رمضان ان شاء الله انا عامله دور البطوله قدام الاستاذ مصطفى شعبان في مولانا العاشق، ودي حاجه جديده جدا عليا عشان اول مره اعمل دور مصري، بلس طبيعه الدور ككل حاجه. يعني بقالي 14 سنه بمثل، عمري ما عملت دور كده، الدور صعب جدا، اضطريت اني اعمل حاجات غريبه عليا عمري ما عملتها، اتبهدلت يعني من الاخر. في الخليج عندي مسلسلي اللي هو قبل الكسر، طبعا للكاتب المتميز فهد العلاوة، وبطولة نخبة من نجوم الخليج. أنا عندي أهل في مصر، ومثلت زمان قوي في مصر، يعني مثلت عملت مسرحية دورمي فاصوليا من 10 سنين وصورتها فيديو، بس طبعا أنا انطلقت من الخليج وعايشة في الخليج ومثلت في الخليج، فكنت مستنية كتير جدا الخطوة دي، كنت خايفة منها قوي عشان خايفة أزعل جمهوري هناك، وخايفة أعمل حاجة أنا ما كنتش مقتنعة فيها فنيا، مش حضورا ولا تواجدا ولا فرصة فنيا، لأن الشق الفني هو اللي براهن عليه أكتر.